معقول أعرف بقصة مشروع الطاقة؟ من الأخبار مو منك أنت يا حفيدي أونور؟ حاسك أنه ما عاد في أي أهمية لوجودي بالشركة. كنت رح خبرك بكل شيء ستي. أمتى؟ وقت تخلص كل المشروع؟ كنت رح خبرك بكل شيء بس يصير واضح. توقعت أنه الأحسن أعطيك بيانات واضحة. هالحكي كتير منطقي، بس المنطق هو أنه نعمل الشيء اللي منعرفه. نحن بشغل الطاقة ما في عنا قوة أبداً، ما منفهم منيح بكل التفاصيل ولا بالجوانب اللي فيها مصلحتنا ولا الجوانب اللي ممكن تأذينا لبعدين. أونور كان بده يدرس هالتفاصيل كلها وبعدين يقدم لك إياها بتقرير مفصل. لو سمحتي عم وجه الحكي لأونور. أنا بكون صاحبة هاي الشركة وأونور المدير العام. أنتي ليش عم تتدخلي بموضوع ما بيخصك أبداً؟ فهميني. سمعني يا ابني، شغلنا بمجال البناء والسياحة ماشي بشكل ممتاز، ومهنة جدك بصناعة المواد الغذائية بتكفي وزيادة بتكفي. بس هامش الربح بمجال الطاقة كبير يا ستي. الطمع الزايد بيسبب الخسارة الكبيرة بالأخير. يعني بدنا نضل نتفرش؟ بمجال شغلنا نحن قوايا كتير، ما هي؟ من زمان الزمن تغير. أنا خلص قلت كلمتي ومالي موافقة على مشروع الطاقة يلي عم تحكي عنه. هو بصراحة أنا كنت عم فكر بصناعة مستحضرات التجميل من زمان، يعني قديش رح يكون حلو نفوت بهالمجال؟ يعني ما في شركات كتير بالبلد فايتة بهذا المجال، على القليلة ليومنا هاد. شو رأيكم؟ موافقة ستي؟ ما شاء الله وشك لحاله في عليه كل شي بخص هاي الصناعة. ما فهمت ليش لحتى نفتح مصنع؟ وانت سيد كايا شو في عندك؟ يا ترى عندك شي حلم انه تفتح شركة بمجال غريب؟ مع الأسف مدام زمورت، انا مثل ما كنت عم اقول من قبل، بعد ما طلقت ألارا عشت بحالة من الفوضى، بس بتحسن ان شاء الله. انبسطت كتير بالعشاء معكن، عن جد شكرا لألكن. شكرا. لا كايا لا تقول هيك لو سمحت. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ انت بتكون ابو لكان وكمان ابن هذا البيت، مزبوط؟ شكراً كتير إلكن. وهلأ اسمحوا لي استأذن، رح روح شوف كان وأقعد شوي معه وبعدين رح أمشي. تفضل الإذن معك سيد كايا. نحن منعرف بالعادات القديمة، بعد هالوقت بتصير البيوت صغيرة بالنسبة إلها. ماشي، شكراً كثير لك. صحة وعافية للجميع، رح أطيهم بالإذن، شوفكن أكيد. تصبح على خير. شكراً كثير. كيفك يا حلوة؟ خير، شكراً إلك. أنت كيفك؟ أنا بخير كتير منيح. شو كأنه قبلنا نام؟ أنت متقصد تساوي هيك؟ شو يلي متقصد تساوي؟ أساساً طلع علينا من زمان حكي كتير، مو أنت عم تهتمي بابني؟ بلا، أنا بهتم فيه. مو كانت ألارا مبسوطة كتير بزواجها؟ كانت كل مرة تجيب رجال على البيت باعتبار إنه هذا صهر العيلة. بس يا ستي لا تحكي ولا كلمة يا بنت. مو واضح إنه أمك خلص تعبت من الشيء اللي حضرتك عم تعمليه؟ أما مشانك أنت اسمعني منيح، بما إنه نحن منكون شركة عائلية فأكيد الناس رح يصيروا يسألوا وين هي العيلة. ما فهمت شو يعني؟ اللي عم قوله إنه السلطة بتناسب رجال العيلة، يعني مثل جدك ومثل أبوك. هلأ صار دورك أنت لحتى تكبر هي العيلة وتتحمل المسؤولية كاملة بكل شيء. كل ما كبرت العيلة أحسن،
والمدير المتزوج بيعطي ثقة بالشغل أكتر. يعني بالأخير شو ما عملت بدك تتزوج أنور، مشان هيك لازم تفكر بتأسيس عائلة قبل ما نتابع. إيه ماشي خلص فهمت. دائما نفس الأسطوانة. أسطوانة؟ بعتذر ستي بس هي آخر مرة بحكي بالموضوع، أنا ما رح أتزوج مرة تانية، هذا الموضوع سكرته نهائي، عم تفهمي؟ إذا كنتي عم تحلمي بشي بخصني فياريت تضلي بالواقع. الصحة، أنا شبعت.